الكربوهيدرات هي اهم مصدر للسعرات الحرارية لسكان العالم بسبب تكلفتها المنخفضة وتوفرها الواسع خاصة بعد هندسة جينات القمح وبنجر السكر والذرة والارز والبطاطا بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح هذه المحاصيل هي الاكثر استهلاكا في العالم. الكربوهيدرات هي عبارة عن مركبات عضوية وتتكون من ذرات كربون وهيدروجين واكسجين وفي علوم الغذاء الكربوهيدرات هي مصطلح يستخدم غالبا على الاغذية الغنية بالسكر والنشاء والالياف مثل الحلويات والخبز والرز والمعكرونه والفواكه والخضروات فائده الكربوهيدرات الاساسيه هي انها مصدر الطاقه الرئيسي للجسم فعند تناول الكربوهيدرات يتم تحويلها في الجهاز الهضمي الى جلوكوز حيث يستعملها الجسم كمصدر للطاقه وايضا تنقل الفيتامينات والمعادن ولكن مع كثره توفر انواعها ومصادرها وبدون ترشيد عقلاني في استهلاكها سببت الكربوهيدرات اضرار اكبر على الجسم لان طعمها جيد ويحسن المزاج فاصبحت تستهلك بكميات كبيره والفائض منها في الجسم يتم تخزينه في الكبد والعضلات والشرايين وتحت الجلد على هيئه جلايكوجين ودهون لاستخدامها حين الحاجه ولكن تتراكم مع الوقت بسبب كثرتها وعدم اتاحه الفرصه للحاجه لها وهنا بدأت حكاية الأمراض العصرية التي فتحت بسببها أبواب الشركات والمنظمات الغذائية والدوائية والطبية المحلية والإقليمية والعالمية إذا أنت تهتم لصحة جسمك يجب عليك ترشيد استهلاك الكربوهيدرات واختيار الأنواع الصحية منها التي تحوي أكبر مصدر للفيتامينات والمعادن وأقل قدر من الطاقة في هذه الحلقة شرح لأنواع الكربوهيدرات وما هي المصادر الجيدة لها تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض هو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى you are what you eat. خلينا نبدأ بصلب الموضوع. السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب تنقسم أنواع الكربوهيدرات إلى ثلاثة أقسام رئيسية النوع الأول هو السكريات وتعرف باسم السكريات البسيطة أو Simple Sugars ولها نوعين أحادي الجزيء وأفضل أمثلتها هو الجلوكوز وهو سكر الدم والفركتوز وهو سكر الفواكه والجلاكتوز وهو سكر العسل وثنائية الجزيء وأمثلتها المالتوز الموجود في البطاطس والسكروز في السكر الأبيض ولاكتوز الحليب هذه السكريات من ناحية الجسم لا تحتاج لهضم فهي سريعة التسكر أي تدخل للدم وترفع سكر الدم بسرعة وتنتج طاقة وهذا جيد ولكن كثرة استهلاكها له عواقب وخيمة على الجسم تضغ على الفوائد منها يظهر فورا ومنها المزمن وهي كثيرة وحاولت لخص منها خمسة واحد أنها تمنع امتصاص المعادن والفيتامينات فعلى سبيل المثال الجلوكوز يمنع دخول فيتامين سي للخلايا ويسبب نقص المناعة والفركتوز يعزز أنزيم الهيدروكسيليز الذي بدوره يحطم مخازن فيتامين د وبالتالي يختل امتصاص الكالسيوم ويسبب هشاشة العظام وآلام الظهر والمفاصل اثنين ارتفاع سكر الدم بسرعة سيء جدا لأنه يحتاج لكمية كبيرة من الإنسولين مع كل لقمة تضعها في فمك أنت تأمر البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي لا ينهك البنكرياس ويسبب السكري فحسب بل ويمنع امتصاص المغنيسيوم ويطرحه مع الكروميوم من الكلى وهذا يسبب تشنج العضلات وارتفاع حساسية الإنسولين ثلاثة الارتفاع والانخفاض لسكر الدم المفاجئ يختل عمل الهرمونات مثل ارتفاع هرمون الجوع الجريلين هرمون يجعلك جائع طوال الوقت وأيضا يقلل إفراز هرمونات النمو HGH وخاصة الهرمونات الجنسية مثل هرمون التستوستيرون أربعة السكر يسبب الإدمان هل لاحظت نفسك عندما تريد التهام قالب الكيك أو صحن الكنافة أو علبة الآيس كريم ولم يمنعك من ذلك إلا انتفاخ معدتك؟ نعم عزيزي المشاهد أنت مد من سكر لأن الدماغ يفرز الإندروفين والدوبامين أو هرمونات السعادة عند تناول السكر وهي نفس الهرمونات التي تفرز عند تعاطي المخدرات وحرمان الجسم من جرعة السكر يسبب أعراض انسحابية withdrawal symptoms خمسة يعزز نمو الخلايا السرطانية لأنها تحتاج لطاقة عالية ويوفرها سكر الدم المرتفع لكي تتعرف على وجود السكريات البسيطة فهي موجودة في المواد مثل السكر المكرر الابيض والبني، جميع الحلويات الصلبة والشبه صلبة او السائلة، الشوكولا، المشروبات الغازية، العصائر بكل انواعها، المربى والعسل، التمر والفواكه الطبيعية والمعلبة والمجففة، الايس كريم، شراب الذرة، الحليب، الطحين الابيض ومنه الخبز الابيض والكيك والفطائر والصلصات وغيرها الكثير الكثير النوع الثاني من الكربوهيدرات هو النشويات من النشاء او ستارش هي سكريات معقدة تتكسر في الكبد وتصبح سكريات احادية او جلوكوز وترفع سكر الدم وتعطي نفس النتيجة السابقة لذلك يجب الحذر منها وعدم الافراط بتناولها وهي موجودة في الاطعمة مثل منتجات القمح الكامل مثل الخبز الاسمر وجميع المخبوزات والبسكوت والشوفان المكرونة والنودلز بانواعها الأرز والبرغل والشعير ومنتجاتهم بأنواعها الكسكس البطاطا الجزر البنجر ومنتجاتها الذرة والكورن فليكس ونشاء الذرة ومنتجاتها البقوليات مثل العدس والبازاليا والفاصوليا والكاجو والفستق من المكسرات يشكل النوعين الأول والثاني من الكربوهيدرات ما يعرف باسم الكربوهيدرات المحسنة او refined carbs وقد توجهت لها عدسات الابحاث بشكل مكثف في الآونة الأخيرة بسبب ارتباطها بأمراض العصر الحديث مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والجلطات وأمراض الأطفال العصبية وقد تم تسجيل أعراض تظهر على الجسم بسبب عدم توازن سكر الدم فمثلا عند ارتفاع السكر في الدم ستشعر بالتعب وضبابيه الدماغ ويكثر النسيان والتبول ليلا وظاهره القيلوله بعد الوجبه تصبح عاده سلوكيه عند المصاب. اما عند انخفاض سكر الدم ستشعر بالرغبه الشديده في تناول السكريات فتجوع بسرعه وتصبح اكثر عصبيه ويضعف ادائك البدني وتخمل وترتاح فقط عند تناول الحلويات. الان نشرح النوع الثالث من الكربوهيدرات وهو الالياف. الالياف هي نوع معقد جدا من جزيئات السكر لا تزود الالياف الجسم باي نوع من السعرات الحراريه او الطاقه وذلك لان جهاز الانسان الهضمي غير قادر على هضمها الى مركباتها البسيطه ولكن من الجهه الاخرى الالياف تغذي البكتيريا الحميده في الامعاء وهنا ياتي دورها الاساسي في تسهيل العمليات الهضميه وتسهيل حركه الطعام وتساعد الالياف الغذائيه على ملء المعدة وتزيد من الاحساس بالشبع ومنع الافراط بالطعام ودائما تكون الاغذيه الغنيه بالالياف الغذائيه غنيه جدا بالفيتامينات والمعادن التي يستهلكها الجسم بشكل يومي فمثلا تحتاج عضلات الجسم والقلب لكي تنقبض للبوتاسيوم بكميه تصل الى 4.7 غرام يوميا وبدونها ستشعر بخفقان في القلب وتسمع نبضات قلبك المتسارعه على الفراش قبل النوم وتعالج الحاله بتناول الخضروات الورقيه ثلاثه مرات في اليوم لاحتوائها على كميه البوتاسيوم المطلوبه ايضا يساعد تناول الالياف على تنظيم معدل سكر الدم وضغط الشرايين ومستوى الدهون وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء والقولون وتنظيم سير عمل الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك توجد الألياف في الخضروات والفواكه بكافة أنواعها المختلفة ولكن الفواكه أعلى بنسبة السكريات البسيطة ولذلك تعتبر حلويات طبيعية الآن السؤال ما هي كمية الكربوهيدرات التي يمكن استهلاكها في اليوم بشكل آمن على صحة الجسم تختلف كمية الكربوهيدرات المتناولة يوميا حسب طبيعة النظام الغذائي المتبع وهل هو لزياده ام لانقاص الوزن وهي محط جدل كبير جدا يفتي فيه الاطباء والباحثين واخصائي التغذيه وحتى مدربين النوادي الرياضيه. تم استحداث انواع من الانظمه الغذائيه او الدايت تعتمد على تقليل السكريات البسيطه والنشويات لاقل من 20 جرام يوميا او اقل من 5% من سعراتك الحراريه اليوميه مقابل زياده الالياف والبروتين والدهون. اشهر هذه الانظمه الغذائيه حاليا هو الكيتو دايت والابحاث اثبتت فعاليه هذا النظام في علاج امراض مختلفه منها السمنه والسكري وشرحت بعض منها في الحلقات السابقه بترجمه هذه الارقام على الواقع فمثلا ال20 جرام هي تعادل ثلاثه اطباق من الخضروات مشكله يوميا او ثلاثه ارباع الموزه او 20 حبه فراوله أو نصف شريحة خبز أو أربعة ونصف ملاعق من الرز الأبيض أو ثلاثة ملاعق شاي من السكر في اليوم وإذا أنت شخص بعيد عن الأنظمة الغذائية وتريد فقط أن تتمتع بالطعام وبجسم صحي خالي من أمراض السمنة والسكري والضغط فأبحاث منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في عام 2019 تنصح بأن لا تتناول أكثر من 275 جرام من الكربوهيدرات في اليوم 50 جرام منها فقط يأتي من الكربوهيدرات المحسنة أو الريفايند كاربز والباقي من الالياف او الخضروات ال50 جرام من السكريات البسيطه والنشاء في اليوم تعادل اما 10 حبات من التمر او حبتين من الموز او شريحتين من الخبز او 11 ملعقه من الارز الابيض او اربع ملاعق من السكر او عبوه ونصف مشروب غازي او شريحه بيتزا واحده في اليوم هل بامكانك ان تحسب جرامات السكر التي تناولتها اليوم اخبرني في التعليقات هذه الأرقام الموصى بها هي في حالة الشخص الطبيعي الذي يزن 70 كيلو ولا يقوم بتمارين يومية ويحتاج إلى 2000 سعر حراري يوميا وتذكر أن كل جرام واحد من الكربوهيدرات سيعطي 4 سعرات حرارية فبعملية حسابية بسيطة ال50 جرام من السكر تعطي 200 سعرة حرارية وإذا كان وزنك 70 كيلو فلكي تحرق 200 سعرة الحرارية تحتاج أن تمشي لمدة 45 دقيقة أو تهرول لنصف ساعة مثال آخر إذا شربت عبوة مشروب غازي واحد أو تناولت نصف صحن من الأرز في اليوم فلكي تحرقها تحتاج أن تمشي لمدة 29 دقيقة أو تهرول لمدة 20 دقيقة والا فهذه العبوه او هذا الارز سوف يزيد وزنك 112 جرام فماذا تناولت اليوم خلاصه الكلام حاولت هالحلقه ان اقرب لك المصطلحات الحديثه عن الكربوهيدرات فاذا ضيقت المسار تنتهي بنوعين منها الالياف والكربوهيدرات المحسنه او سريعه التسكر الكميه العليا المسموح بتناولها هي 275 جرام في اليوم 50 جرام منها يمكن ان ياتي من الكربوهيدرات المحسنه و225 جرام من الالياف وباقي السعرات الحراريه يجب ان تاتي من الدهون والبروتين هنا نصل لنهاية الحلقة عزيزي المشاهد أتمنى أن تكون استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة واشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية